جماعة واقع في شبهة حكم بغير الله، ونسأل الله يردني من الشبهة دي. أيوة نحن لازم نعمل، نمشي نهاجر ونمشي نكون دولة برانا ونمشي نعمل جهاد في سبيل الله ونمشي نعمل فتوحات. أنا كنت عايش في الإمارات، في الخمر حلال بهناك على فكرة، الناس بيشربوا عادي وعادي من هناك. هذا شنو يا جماعة؟ ده استعمال شرك. إنت الإمارات دي لما كنت فيها وما طبقوا الشريعة، حكام ذي الكفار، وإنت إذا عاملت بقوانين لحد السفر سافرت بقوانينه، أنت ما جيت بترلة من هناك، جيت بقوانينه ولا ما جيت بقوانينه؟ جيت بقوانينه، يبقى إنت حكمت قوانين الكفار، يبقى إنت كافر زيهم، صح ولا ما صح؟ أنت لو كافر زيهم أنت عن الإسلام وكسر، ولو مسلم تعال نشوف إنت قعدت في دولة الكفار كيف وهم مسلمين وهم كفار وكذا. أنا داير أسألك سؤال واضح بالراحة كده، الناس الكفار ولا مسلمين؟ حكام ديل بأعيان فلان وفلان وفلان، كفار ولا مسلمين؟ والدولة اللي انت كنت قاعد فيها ودولتنا دي الآن، حكام ديل عمر البشير وفلان 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 وكذا وكذا، ديل كفار ولا مسلمين؟ والله يا أخي أنا شايف عمر، شايف أنا عمر البشير ده زول مسلم، لأنه أنا قريت في النشرة كان بيقطع، كان في النشرة 2018 زول قطعوا له يده، وكم كمان برضو قريت هنا كان بيقطعوا يده وهنا. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: من خرج على إمامه قيد شبر فمات فميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه. الجهاد ما هي سبع أنفار بيقولوا جهاد وماشين ساول لهم دولة براون دواعش ولا غيره، جهاد ده ورا حاكم، شكي القرآن ذاته بيدعوك إنك تمش ورا الحاكم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، هم نول بيقول لكم انفروا، الحاكم هو اللي بيعلن الجهاد. قال ابن تيمية: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. ليه بترت الكلام؟ قال فتحت الموقع ولقيت الكلام كله ما كله مبتور. أنا إذا أثبت لك إنه مبتور تعرف إنه الموقع ده ناس كذابين ومجارمة، نحن الآن نعفيك من الكذب. إذا أثبت لك إنه ناس الموقع ده البتروا كلام ابن تيمية تعرف إنه ناس الموقع ده هم الكذابين، صحيح ولا ما صحيح؟ جيب الكتاب دي الفتاوى، مجموع فتاوى ابن تيمية الجزء الثالث الصفحة 267 268. قال ابن تيمية وهذا الكلام سطر قبل الأخير حتى لو دار تقرأ تبراك ممكن تقرأ، قال والإنسان، قرب بس عين، قال والإنسان دي مجموعة الفتاوى، ودي مجموعة الفتاوى الجزء كم؟ الثالث الصفحة 267. قال والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. أقرأ طوالي. قال وفي مثل هذا الموضوع ده نزل قوله على أحد القولين: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك الكافرون. أي دي جنو تفسير الكلام الفات، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. وده انتهى الكلام. أنا والله دار ديك نصيحة لوجه الله، لا دار نضحك فيك، لا دار نضحك فيك زول. شفت المواقع والحاجات اللي بتقروها دي بنزلوها ناس تكفيرين، وانت قد تكون شاب متحمس للجهاد ودائر الإسلام يرجع تاني والدولة الإسلامية الأولى تعود مثلها أو قريب منها تاني والمسلمين ينتصروا، مش هو كده؟ ويتوسع وينتشر الإسلام. الناس اللي بتقرأ لهم ديل ما عندهم علاقة بالإسلام الصحيح الجميع والنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بيبتروا كلام العلماء عشان يوافقوا به هواهم. ده مثال الآن حي من الواقع. فضل يا جماعة. أنا تائب يا جماعة، تائب والله تبت. لكن الليلة يا أخي الفاضل لو لاحظت الجماعات اللي بتقول هي جهادية دي ما بتعلم الناس أصلا العقيدة والتوحيد ولا بتنهاهم عن الشرك يا أخواننا، عشان كده ما قاعدين ينتصروا أصلا. هسه ديل دار يغلبون اليهود يا أخي. اليهود قالوا عزير ابن الله واحد بس، عرفته؟ قالوا واحد بس عزير ابن الله. النصارى قالوا المسيح هو الله، وفي رواية المسيح ابن الله، كله باطل، صح ولا ما صح؟ ديل التجانية قالوا شيخهم ده الله. القادرية قال لهم لا، أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي، أنا الواصف الموصوف شيخ طريقتي. البرانية قال لا، جبريل
ميكالو إسراف وعزراو جنودي في التصريف هم تحت إمرتي. أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، أنا الله هنا والله هناك. إذا الأرض مدت والسماوات حقتي، ربنا ما قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ده قال لا، ده أنا ذاته، أنا الحق في الدنيا. ده محمد عثمان عبد البرهاني الحلفاوي قال أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. تحت جانيها قال لا، أنا عندي كلام تاني جديد. بن شنو يا مرضان؟ قال أنا عندي كلام حقي أنا أفضل من كلام الله 5999 مرة. قال لو قريت صلاة الفاتح نجرة من راسه براو، لو قريت مرة زي قريت القرآن 6000 مرة، معناته أفضل من القرآن كم؟ 5999 مرة. ديل أهاتا جايد بهم توديهم وين؟ وعسى ياتوا خير ذات نجايد منو؟ ذي قالوا براو عيسى، ذي التجانية قالوا حقنا الله، القادرية قالوا حقنا الله، الختمية قال أنا الجليس. هو ده الكتاب النور البراق الصفحة 125 هذا، قال أنا الجليس، هذا أنا الجليس بيجاي، أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. هاي تدري هذا اليهود قالوا نحن جليس على العرش، والله ما سمعناه ده اللي قالوا. فيا ناس الموضوع ده هو داير بيان وداير توضيح. الناس وحدوا، ما تستعجل، الناس وحدوا بعدك الجهاد بيجيك برا والله إلا تابعوا. تقال الجهاد ده ما في جهاد موجود وإلى قيام الساعة، والبنكر الجهاد كافر لا يمتعرف المعلومة دي، لأنه ده أصل من أصول الدين. ربنا قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالجهاد موجود يا ناس، لكن الجهاد عنده شروط، كما أن للصلاة شروط، الوضوء، استقبال القبلة، ستر العورة، النية إلى آخره، كما أن للصيام شروط، كما أن للحج شروط، كما أن للزكاة شروط، كذلك الجهاد عنده شنو؟ شروط. ربنا قال وأعدوا لهم، ده شرط من شروط الجهاد. يا أخي 13 سنة في مكة المسلمين بيعذبوا، بلال بيعذب في رمضة مكة، مولاة أم أنمار بتحمل حديد لحد ما يبقى حمار. بلال قال رضي الله عنه فوالله لا يطفئ حمأ النار إلا ودك، يعني شحم ظهري. يقول يا رسول الله ألا تأذن لنا بالجهاد؟ قال لهم اصبر اصبروا. ليه؟ لأنه في شرط، هنا في شرط وأعدوا له. وين واسوا أعدوا له؟ دال هيا بنا جهاد جهاد، ما في حاجة، ما في حاجة. طلعوا ناس سوريا على الحاكم بتاعهم ده، يا أخي كافر، ها قول كافر، طلعوا عليه كله، صح ولا ما صح؟ ما هي النتيجة؟ أنا بسألكم ما هي النتيجة يا ناس؟ شعبي سوري مسكين غلبان، عرفته؟ طلعوا ناس القرضاوي، قرضاوي قاعد ثروته أكثر من 5 مليار دولار. وين الجهاد بتاعك يا مجرم؟ أنت ليه ما جهدته؟ الرسول ما كان بيطلع قدام صلى الله عليه وسلم، قدام هنا قدام والناس كلها وراه. صحابة قالوا إن الشجاع منا للذي يتقي برسول الله من وراء، ده أشجع واحد قال. يعني الرسول كان وين صلى الله عليه وسلم؟ كان قدام، قلت قايد ثروة 5 مليار دولار، وتقول للشعب السوري المسكين الفقير تقول لهم هيا بنا اخرجوا. أها خرجوا، خرجوا. فكشف العالم جميعا إنه الدعاوى بتاعت الأخوان المسلمين، والأخوان المسلمين عملوا تنظيمات سموها جهادية ما عندها علاقة بالجهاد الصحيح أبدا، ده شغل بتاع يهود. اكتشف الناس المسلمين جميعا إنه الأخوان المسلمين ده الخونة للأمة الإسلامية، هم السبب في قتل جميع واغتصاب البنات المسلمات في هذه الثورات المزعومة. واحد شيخ أخو مسلم عمل فيها جهادي جابوه، ما شفته؟ قال أنا ما عندي مشكلة إنه يموت 3 مليون إنسان حتى تنجح الثورة. هذه البشر يا ناس شيوخ بيدقون بيدقون وعاملين فيها شيوخ ومطبقين السنة، وهم أبعد الناس عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة. فانتبهوا يا ناس، ما كل مرة زول يدوك فينا مقلب الجهاد وهيا بنا يقوم يخش الفيلا، لا هيا بنا راه قدام، يطلعك انت ويخش بيجي ويخش جوا، اطلع برا معانا. فده زي التنظيمات العلمانية دي يا اخي، في اي جامعة نمشي قول لنا انتوا سلفيين ما قاعد تخرجوا على الحاكم، اراك اكون نقلب القصر الجمهوري، نحن اصلا ما حنمر طالما الحاكم مسلم ابدا، انها هنا قاعدون قاعدين بس هنا. انت دار تمرق، انت دار تمرق هذا الشارع وذاك القصر في شارع النيل، امرق امرق شيوعيين وحزب امه امرقوا ولا بيقدر يمرق.
ولا بيقدر يمرقوا. ناس خوافين يا أخي، ناس خوافين وناس دجالين وناس مجرمين. عشان كده علي بن أبي طالب لخص الحكاية دي، حكاية الخوارج دي كلها، قال الشعارات دي كلها، قال يريدون الدنيا. دايرين شنو يا جماعة؟ الدنيا دي خلاصة، ما تتخدعوا يا ناس، اتعلم دينك. هسي معليش يا ولدنا، انت كنت بتقرأ آيات من التلفون، يعني معليش الآيات كلها تقريبا قريتها شنو غلط من التلفون. هل بالطريقة الزول يقدر يجاهد؟ الزول يتعلم دينه، والزول أكيد إذا بيقرأ القرآن غلط معناته بيفهموا شنو غلط، ما بيفهموا صح. وإنسان لا فيهم قرآن لا سنة، لا يمكن لا يمكن يقول أنا حارفع شعار الإسلام وراية الإسلام خفاقة عالية، لا يمكن. ده بالعقل ما بيستقيم، لأنه قالوا من جهل شيئا عاداه. فأنت تعلم الدين بعد ذاك الجهاد والله بيجيك، وأنجد له بعد ذاك بيجي جهاد صحيح 100%. وده الناس مش جاهدوا في اليمن ضد الشيعة والحكام المسلمين أزين لهم، ده جهاد صحيح. أنا أسعي زول داير جهاد بندعوه يمرق، أهو ده مش البشير ده بيسمح ليك، لأنه سمح للغوات مشت دربوك شهرين ثلاثة حسب نجاتك، طوال أركب طيارة وتوكل، وده جهاد قاعد منو القفل الجهاد لما جهاد صحيح أمشوا. فيا ناس الشغلة ما حماسك، الشغلة أنت تتعلم وتبين للناس العقيدة والتوحيد. الناس وحدوا بعد الله بينصرنا زي ما وعدنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جزاكم الله خير.